بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجزء الثاني من محاضرة Operation اللي هي بعنوان Lect absorption، وهي تطبيقات اللي ما أخذناها سابقا. راح ناخذ بهذا الجزء عن سؤالين. الثالث اللي هو عبارة عن امتصاص 96% من مادة الأسيتون. هذا المادة الأسيتون موجود ضمن خليط من الأسيتون هواء. هذا يحتوي الخليط على 8% أسيتون. إذا نلاحظ بأنه 8% هي شنية 8% هاي هي عبارة عن الـ Y bottom. يقولنا هاي 8% اللي هي Y bottom راح يمتص من عدها 96% بالسطر الأول، راح من الـ 8% راح يمتص 96%. إذا هاي 96% مو الخارجة، مو واي توب، لا، هاي 96% من القيمة الأصلية راح تمتص، أما المتبقي اللي هي 4% من القيمة الأصلية هي اللي راح تطلع خارج الكولوم. فديش ال 4% من القيمة الأصلية لل 8% هي هاي الواي توب. ايش راح نستخدم لعملية الامتصاص؟ راح نستخدم 20% more than minimum liquid flow rate. هذا إذا الحل هو الطريقة الثانية للحل مالتنا، مو الطريقة الاعتيادية، الطريقة الثانية للحل 20% دي يقول لنا أسيتون ليكويد فلوريت. ايش راح نستخدم لعملية الامتصاص؟ راح نستخدم بيور ووتر. إذا هذا هو السولفنت بيور ووتر. هاي كلمة البيور ووتر هاي معناتها شنو؟ هذا قيمة الاكس توب شو يساوي لنا؟ صفر. الإنلت غاز المطينة يا الغاز فلوريت ال 450 مطينة غاز فلوريت، هذا هو معناته ال L، بس هنا هذا العفو هذا G لأن غاز. هذا المشكلة وين موجودة هنا المطينة ياها؟ بأنه هنا مطينة ياها ككيلوغرام. طلاب هاي خلوها ببالكم، هاي مطينة ياها كيلوغرام، هاي مطينة ياها الكيلوغرام، لازم أنا أحولها للمولات لأنه G دائما وحداتها مول على زمن. معطينا بالسؤال individual height of transfer unit. شخص بالindividual height of transfer unit هاي معناتها شنو؟ HTU مال من هو؟ مال الليكويد هذا L، معطينا 0.32، ومعطينا مال غاز هذا معناتها شنو؟ هذا ال HTU ايضا بس من هو؟ مال الغاز 0.54. أدين الاثنين ها راح نستفاد من عدها بشغلة راح أقول لكم إياها هسه في شوية. نكمل the equilibrium relation y يساوي 2.5، معطينا the equilibrium equation. المطلوب إيجاد قيمة من هو z، هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني إذا استخدمنا التري تاور، إذا استخدمنا تري تاور اللي هو الموضوع الأول سابقا، شو يريد من عندنا؟ إيجاد قيمة ال n number of tray أو number of stage. أوكي هاي إذا استخدمنا بدلنا هذا الكولوم بالتري. مطينا أيضا آخر شيء اللي هو الوزن الجزيئي، وهذا دليل عن حكي بأنه أنا لازم أحول الجي من الكيلوغرام إلى شنو؟ إلى مولات. نرجع على ال HTU للليكويد وللغاز. أنا من أريد أوجد قيمة الزيت أحتاج أطلع من هو ال HTU، لأنه الزيت الشي يساوي إنه HTU في ال NTU. ال HTU موجود بداخل قانونه مال ال HTU، أكو الثابت اللي هو KOG K over all gas أو K over all liquid. هذا مطينا إياه بالسؤال، إحنا ما مطينا إياه، وبالتالي لازم أفكر بعلاقة لإيجاد قيمة ال KOG لنفرض أو ال KOL. هاي المطينة ياها الـ HTU للليكويد والـ HTU للغاز، هاي هي ساعدنا لإيجاد الثابت الـ K. أوكي؟ فنبدي الحل مالتنا. فأول شيء هو طالب من عندنا قيمة الـ Z، فملاحظة معينة لقيمة الـ Z. هنا قيمة الـ Z المطينة ياها لو نجدها بالطريقة الاعتيادية، بس منغير إيش قال؟ قال أوجد قيمة الـ N إذا استخدمنا تري تاور. شوفوا الان الطالبها هنا ما ذكر الطريقه لايجاد قيمه الان، نوجدها بالرسم او نوجدها بالتحليل اللي هو القانون او نوجدها بالشارت، وبالتالي انتم مخيرين لايجادها باي طريقه توجدها تكون مناسبه لكم لايجاد قيمه الان. اوكي نبدا حل السؤال.
ما نبدي بتحويل قيمة الغاز فلوريد لازم أحوله إلى مولات. شلون أحوله إلى مولات؟ أقسم على الوزن الجزيئي، بس مو أقسم رأسا بس على الوزن الجزيئي. الوزن الجزيئي جي هو عبارة عن خليط من الغازات، وبالتالي أنا أستخدم كل غاز وزن جزيئي، كل غاز أضربه في المول فراكشن مالته. الغاز هذا الخليط يتكون من هواء وشنو وشنو عندنا مطينا بالسؤال اللي هو الـ NH3. فإذا قيمته العفو الأسيتون، فقيمته اللي موجودة هنا اللي هو 8% أضربه في الوزن الجزيئي مالته، زائدا المتبقي 8% اللي هو هواء 92% في الوزن الجزيئي مالته. فوجدت الوزن الجزيئي مع الخليط فأقسمه، أخذه أقسم الفلوريت مال الغاز، فيطلع لي الفلوريت مال الغاز كمول على تايم. مطيني بالسؤال الواي باتوم، مطيني بالسؤال الاكس توب اقدر اللي هو صفر، بقالي الواي توب. الواي توب شلون اوجده؟ اوجده من الواي باتوم اضربه في المتبقي اللي هي 4%، لان يقول لي 96% يمتص، فالمتبقي 4% راح يطلع من الاعلى، فيطلع عندي قيمه الواي توب. اوكي، عندي هسه احتاج بالحال مستقبلا احتاج قيمه ال L واحتاج قيمه ال XB. ما اقدر صح، انا عندي هسه واي توب واي باتوم واكس توب، فما اقدر اوجدها بالطريقه المعتاده اسوي اوفر اول ماتيريال بالانس لايجاد قيمه ال XB. ليش؟ لان يقول لي بالسؤال عندك 20% مينيمم ليكويد فلوريد. 20% هاي الجمله تبين لي بانه لازم الطريقه اللي هي الثانيه لايجاد الاكس بي ولايجاد الليكويد فلوريد. شنو هي الطريقه؟ اوجد ال اوفر جي مينيموم. ال اوفر جي مينيموم شو يساوي لنا؟ واي باتوم واي توب على اكس بي ستار ناقصا اكس توب. واي باتوم واي توب اكس توب انا كلها عندي. اوكي، احتاج بعد اكس بي ستار. الاكس بي ستار من اوجدها؟ من هو شو يقول؟ شو اقول الواي شو يساوي لنا؟ هو شو معطينا اياها بالسؤال؟ الواي معطينا بالسؤال 2.5 اكس. انا احتاج الاكس، بس يا اكس اكس بي ستار، فاكس بي هنا الواي بي، انا احتاج اكس بي ستار. فاذا الاكس بي ستار شو يساوي لنا؟ يساوي لنا واي بي على 2.5. اوكي، الواي بي انا عندي بالسؤال، فراح اوجد قيمه الاكس بي ستار، وجدتها هنا. هذا اول شيء وجدت قيمه الاكس بي ستار. من وجدت قيمه الاكس بي ستار راح اعوضها بالقانون ال اوفر جي مينيمم، راح اوجد قيمه ال اوفر جي مينيمم. ليش وجدت ال اوفر جي مينيمم؟ ليش وجدت ال اوفر جي مينيمم؟ لان انا عندي قانون يربط ال اوفر جي مينيمم ويا من؟ ويا ال L over G operating والألفا اللي هي الإكسس. ليش؟ أريد أطلع ال L، أطلع دائما ال L من ال L over G operating. ال L أطلع من ال L over G operating اللي هو هذا L over G operating، أطلع ال L. بس قبل ما أطلع ال L لازم أطلع L over G operating. شو يساوي لنا ال اوفر جي اوبريتنج؟ يساوي لنا الالفا اللي هي الاكسس مضروب في ال اوفر جي مينيموم. ال اوفر جي مينيموم انا وجدته هنا، الالفا تبقى عندي. هاي الالفا جاي يقول لي بالسؤال 20%، شو اقصد بال 20%؟ اقصد بيها ال 20% هي عباره عن شنو؟ الالفا 20%، من يقول 20% يعني 0.2 زائدا واحد. 20% 0.2، 30% 0.3، 40% 0.4، 50% 0.5 وزائدا واحد. فمن يقول 20% اقصد بها 1.2، من يقول 30% 1.3، 40% 1.4 وهكذا. ف 20% الالفا قيمتها 1.2، اجي اعوضها هنا والال اوفر جي انا وجدته، فحوجد قيمة ال L over G operating اللي هي الألفا في ال L over G minimum. فطلع ال L over G هذا من هو؟ L over G
L over G minimum. هذا هاي القيمة إذا أضربها في G راح تطلع لي ال L لأن هاي L over G minimum يساوي 2.8. إذا أضربها بهذا يطلع لي ال L وهذا من أجيبه أنا وجدته هذيك الساعة. فال L over G minimum أستخدم ال L أضربه في 2.8 في G راح يطلع لي ال L اللي أنا هو داريده. هذا شو استخدمه؟ ليش استفاد من عنده؟ ليش وجدته؟ أحتاج أوجد قيمة ال XP. أحتاج أوجد قيمة ال XP. وال XP شلون أوجده؟ أوجده من ال overall material balance. أرجع هسه أستخدم ال overall. هسه وجدت ال L أنا وجدته. هسه ال L أنا وجدته. والجي مطيني اياها بالسؤال، الواي باتوم، الواي توب، الاكس توب مطيني اياها بالسؤال، وقالي فقط الاكس بي. فهذا وجدت الاكس بي من عن طريق الاوفر اول ماتيريال بالانس. هسه يلا اقدر استخدم لانه بالسؤال ما مطيني قيمه ال ال. بالسؤال ما مطيني قيمه ال ال. مطيني مور ذان ذا مينيمم ليكويد فلو ريت، وبالتالي لازم استخدم الطريقه السابقه اللي هسه شرحتها لايجاد قيمه ال L. يلا اقدر استخدم الاوفر اول ماتيريال بالانس لايجاد قيمه ال XP. هاي الخطوه اللي وراها لايجاد الاوبريتنج لاين ايكويشن، هاي خطوه زايده من عندي بس هو يطلبها دائما ترى بالسؤال لايجاد الاوبريتنج لاين ايكويشن. هي نفس الطريقة باستخدام الـ overall material balance بس بدال الـ x الـ yp أخلي y فقط وبدال الـ xp أخلي x، لأن راح أوجد علاقة تربط بين من وبين من بين الـ y والـ x. كل شيء أنا أعوض به بهاي المعادلة، كل شيء أعوض عن هاي المعادلة ما عدا الـ y والـ x ما أعوض بها. كل شيء أعوض بهاي المعادلة ما عدا الـ y والـ x ما أعوض بها. راح أوجد علاقة y يساوي إن function of x. هاي الأوبريتنج لاين إيكويشن أخاف يطلبها من عندكم وأنا شارحها سابقا. لحد الآن إحنا هو السؤال مدى نحله، يعني مدى المطلوب الأساسي ما هذا، لأنه هو يريد من عندنا قيمة ال z. بس إحنا ما نقدر نبدي بها إذا ما نطلع قيمة ال x bottom وقيمة ال l. ال z هو شو يقول لنا؟ ال z شو يقول؟ ال z إحنا نعرفه يساوي ال htu في ال ntu. نجي على أول حد اللي هو الـ HTU. الـ HTU عادة من أريد أوجد الـ HTU كنا مريد نوجد الـ HTU شي يساوينا HTU كـ overall gas يساوينا G على KOG AS total pressure. إحنا بالسؤال ما مطيني KOG فأقدر أنا مود أستخدم هذا القانون، فهذا القانون ما أقدر أستخدمه. شو مطيني بالسؤال؟ مطيني اللي هو HTU individual ومطيني HTU liquid. HTU individual للغاز و HTU individual للliquid مطيني اياه. اذا اقدر استخدم هذا القانون ال HTU over all gas يساوي HTU individual للغاز زائد HTU individual للliquid مضروب في ال MGM على الliquid. HTU مطيني اياه بالسؤال للغاز ولليكويد مطيني اياه، ال M هو الميل مال الاكوليبريم ايكويشن، ال G مطيني اياه بالسؤال وال L انا وجدته. فراح اوجد قيمة ال HTU over all gas. بعد شنو لازم اوجد هسه؟ قيمة ال NTU لايجاد قيمة ال Z. ال NTU هو نفس القانون السابق اللي انا وجدته بالرقم 1 و 2. هذا كل الخطوات هاي احنا ماخذيها سابقا وشرحناها بالسؤال الاول والثاني نفسها ما عدا الارقام راح تتغير. وجدت هنا ال NTU وجدت قيمته راح اعوضه بقانون ال Z راح يطلع قيمة ال Z 8. هذا قيمة ال Z 8. نجي على المطلوب الثاني من السؤال، يطلب في حالة اذا استخدمنا ال بدل الباك تاور نحن نستخدم شنو؟ البليت تاور. رايد من عندنا قيمة ال N number of plate بس ما قال لنا بيا طريقة، فأنا هنا طلاب راح أحلها
بطريقة التحليل واللي احنا اخذناها عدة مرات بهذا القانون لإيجاد قيمة الـ N، اللي هو احتاج الـ Y top، Y bottom، X top، احتاج قيمة الـ A، احتاج قيمة الـ M او الألفا نفس الـ M اللي هو الميل، هاي كلها احتاجها وكلها انا موفرها بذيك الساعة، اجي اعوضها بهذا القانون راح يوجد قيمة الـ N اللي هي 10. هاي الطريقة هي الطريقة الثانية او الطريقة العفو التحليلية. الطريقة الاولى بطريقة الرسم، طلاب هذا هنا عندكم واجب، وبالتالي هنا طلاب عندكم واجب اريد من عندكم ايجاد قيمة الـ N بطريقة الرسم. الواجب في هذه المحاضرة ايجاد قيمة الـ N بطريقة الرسم. وبهاي الواجب ننهي السؤال الثالث، ننهي السؤال الثالث ونذهب الى السؤال الرابع. السؤال الرابع عندنا هنا ايضا باكت كولوم، الفيد راح يدخل من الغاز هو خليط من الـ NH3 والاير، هالمرة NH3 واير. هذا الخليط يحتوي على 5% من هو NH3، يحتوي على 5% NH3. راح نستخدم 1000 كيلوغرام على فوت تربيع، 1000 كيلوغرام على فوت تربيع. هذا شنو ال 1000 كيلوغرام؟ هذا قيمة الجي، بس الجي هنا معطيني اياها بايش؟ بالكيلوغرام. اذا نفس السؤال الثالث لازم احول الكيلوغرام الى كيلو مول، هاي رقم واحد. رقم اثنين، عادة الجي هو وحداته مول على وحدة زمن، بس هنا نلاحظ مول على وحدة زمن، وايضا شنو عندنا؟ فوت تربيع. هذا الفوت تربيع الموجودة هنا هاي قيمة الاس دمج، هاي اذا معناتها المطيني هو مو جي، هو مطيني جي، هو ايش مطيني؟ جي على اس، هاي مطيني اياها. اوكي، هاي ال 5% من ال NH3 موجودة ويا الهواء راح يمتص من عندها 95%، راح يمتص من عندها 95% باستخدام مي، بس هذا المي شنو؟ فريش ووتر. اذا قيمة الاكس توب هو يساوي لنا قيمته صفر. هذا الفريش ووتر كليكويد فلوريت مطانا اياه، ايش مطيني هالمرة؟ مطيني 50% مور ذان ذا مينيمم. هاي الجملة راح تحكمني بانه استخدم الطريقة الثانية لإيجاد قيمة الـ XB، اللي هو لازم أوجد الـ XB بالبداية، وراها أوجد الـ L over G minimum، وراها أوجد الـ L over G minimum، L over G operating، وبعدين يلا أوجد الـ L، وبعدين يلا أوجد الـ XB. هاي الطريقة اللي أخذناها بالسؤال رقم 3. هاي ما طول دي يقول لي 50% more than the minimum، هذا الـ excess. مطيني أيضا بالسؤال الـ equilibrium equation. هالمرة ايضا ايش مطيني بالسؤال؟ individual mass transfer coefficient، individual هذا للغاز individual mass transfer coefficient، وهذا للliquid mass transfer coefficient، individual mass transfer coefficient للliquid. اوكي، كindividual ما مطينيها overall. المطلوب من عندنا ايجاد flow rate للمنوى، ايجاد water flow rate يعني ايجاد قيمة الـ L، وايضا طالب من عندنا ايجاد قيمة الزيت. اوكي، فاذا الـ L والزيت. اخر شيء مطينا الوزن الجزيئي، وهذا دليل على ما قلنا حكينا به بانه هو مطينا اياها بالكيلوغرام، فلازم احوله للمول. فنبدا السؤال بنفس الشيء مثل ما قلنا سابقا بالسؤال رقم 3، فلازم احول الجي لانه هو الجي هنا مطينا اياه بال كيلوغرام، فأحوله للمول. شلون أحوله للمول؟ أقسم على الوزن الجزيئي مع الخليط، مع الخليط لأنه يعني الخليط متكون من الهواء والأمونيا. الأمونيا 5%، فإذا لازم بيش أضربه؟ أضربه في الوزن الجزيئي مع الأمونيا، زائدا المتبقي من الخليط اللي هو 95%، من هو هذا 95%؟ الهواء، فأضربه في الوزن الجزيئي مع الهواء، فيطلع لي قيمة الجي. أنا أريد أريد الـ L اللي هو موجود آخر السطر، هذا وجدته. شلون وجدته؟ هاي الطريقة ليش وجدتها بهاي الطريقة؟ سأشرحها، لأنه دي يقول لنا 50%، 20%، 30%،
more than the minimum ما يعطيني L فإذا لازم أستخدم هاي الطريقة هسه راح أشرحها من يقول لي هاي الجملة هاي الطريقة شو يقولها راح أوجد ال L over G minimum L over G شنو minimum راح أوجدها شلون شنو قانون L over G minimum Y bottom ناقصا Y top على X bottom star ناقصا X top ال Y bottom وال Y top وال X top ال Y top وال X top كلها مطينية أنا عندي مشكلة وين بال XB star عندي مشكلة بال XB star وكذلك ال Y top هو ما مطينيها صراحة ال X ال Y top ما مطينيها صريحة بأنه مطينيها مطيني شي يقول لي إن ال Y top راح يمتص 95% إذا ال Y top هو دا يطلع إذا مو 95% دا يطلع هو المتبقي ما طول يمتص 95% إذا المتبقي 5% من الأصل الداخل من الأسفل اللي هو 5% أوكي تنتبهون شوية للأرقام الشابهة فالخمسة بالمية الأولى هي الخمسة بالمية المتبقي راح يطلع من أعلى أضربه في الخمسة بالمية اللي هي الأصلية الداخلة من الأسفل فطلع عندي الواي توب الواي توب عندي الإكس توب الواي توب أنا وجدته الإكس توب يقول فريش ووتر فمعناتها قيمة الإكس توب صفر الواي باتوم مطيني إياه فراح أوجد القيمة فهنا بس هنا أكو إكس فالواي شو يساوي من القانون 0.95 احتاج اكس بي ستار فشلون نقول الواي يساوي لنا 0.95 فاذا الواي انا احتاج اكس باتوم فمعناته الواي حيكون باتوم وانا احتاج ستار اخلي هنا ستار الواي ما اخلي لها ستار الواي ما اخلي لها ستار فاحتاج الاكس بي ستار فطلعت قيمه الاكس بي ستار وين اعوض الاكس بي ستار اعوضها اجي اعوضها هنا عوضها هنا فالاكس بي ستار من عوضتها هنا فصار هذا القانون كل شيء موجود به راح اوجد قيمه ال L over G minimum اللي هو هذا هذا ال L over G minimum من وجدت ال L over G minimum 0.9 استخدم هذا القانون هذا القانون يربط بين ال L over G operating ويا ال L over G minimum بيناتهم الاكسس ال L over G operating أنا أريده ليش أريده؟ لأنه مستقبلا راح أطلع من عنده قيمة ال L فأول شيء أطلع كله ال over G operating شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ال excess الألفا بما أنه دي يقول لنا 50% more than معناته 1.5 50% معناته 1.5 ال L over G أنا طلعته اللي هي 0.9 فالالفا في ال L over G minimum راح يطلع لنا ال L over G operating فال L over G operating 1.35 انا ما اريد هال L over G operating انا اريد فقط ال L فاذا ال G اوديها للطرف الاخر اضربها في هذا فيبقى لي فقط ال L فضربتها فطلع قيمه ال L هو هذا اللي استخدمه بالشغل مالتي أو هو طالبة من عندي بالسؤال مثل هذا السؤال طالبة فإذا ال L طلعنا 47.52 مول على أور فوت تربيع هذا هو ال L اللي يطلبه هسه يطلب من عندنا قيمة من عندنا قيمة ال Z ال Z عادة من R أريد أوجده فهو القانون الاعتيادي اللي هو هذا اللي هو هذا القانون اللي هو ال NTU في ال HTU نجي واحد واحد نجي على ال HTU ال HTU طلاب دائما نستخدم اذا حسب معطيات السؤال اللي هو هذا هذا هو ال HTU اللي هو GM على KOGAS في التوتال بريشر ال GM مطيني اياه مو بس مطيني اياه مطيني اياه GM مثل ما حكيت على S هذا خلصنا من عنده التوتال بريشر مثل ما قلت لكم اذا ما مطيني اياه بالسؤال اخذه واحد بقالي فقط الثابت اللي هو KOG بقالي ثابت KOG ما مطيني اياه صراحة مطينية على شكل KG وKL individual مثل ما عرفتوا زين انا شو اسوي بيهن اذا الاثنين مطينيهم بالسؤال انا احتاج KOG فاذا اكو علاقة تربط ماخذيها سابقا واحد على KOG شو يساوي لنا واحد على KGA زائدا M على K liquid A overall mass transfer coefficient اربطها ويا الاندفجوال للغاز ويا الاندفجوال للليكويد هاي ماخذيها سابقا هو مطيني KG مطيني KL
او اذهب القانون والام هو مثل ما نعرف هو السلوب مال الاكوليبريم اكويشن، راح اقدر اطلع قيمه الكي او جي طبعا ورا ما اقلبه، بطلع قيمه الكي او جي مثل ما هي هذا هنا عندنا. طلعنا قيمه الكي او جي عوض بقانون الاتش تي يو، راح يطلع قيمه الاتش تي يو 2 فوت. اوكي، هذا اول شيء قيمه الاتش تي يو وجدنا. نجي هسه طالب من عندنا الان تي يو، الان تي يو اوفر اول قال مثل ما نعرف بالثلاث امثله السابقه اللي اخذناها وهذا قانونه، واللوج المين هذا قانونه، ونفس الشيء كاتبه بس بنفس بغير صيغه، كل شيء متوفر عندي ما عدا خليني احكيها بالبدايه، الواي باتوم متوفر عندي والواي توب متوفر عندي، ما عدا شنو عندي لازم اوجد قيمه منو الواي بي ستار والواي تي ستار. الواي بي ستار لازم والواي تي ستار. نجي على الواي بي ستار، الواي بي ستار شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الام في الاكس بي. معطول واي بي ستار، واي بي لازم اكس بي، هنا الواي بي ستار احتاجه، فاذا هذا الاكس بي ماكو، الام طبعا هو مال الاكوليبريم اكويشن، يبقى للاكس بي، الاكس بي ما عندي. الاكس بي ما عندي، شلون اوجد الاكس بي؟ من الاوفر اول ماتيريال بالانس مثل المثال رقم 3 اللي هو الواي بي ناقص الواي تي يساوي لو ال على جي اكس بي ناقص اكس تي. الواي بي عندي، الواي تي عندي، ال انا هسه طلعته، الجي عندي، الاكس توب عندي، مقالي فقط الاكس بي طلعته وجدنا قيمه الاكس بي. هذا الاكس بي اخذه اطلع من عنده الواي بي ستار. اوكي، الواي تي ستار نفس الشيء، الواي تي ستار شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 0.95 في الاكس تي، والاكس تي صفر، اذا الواي تي ستار قيمتها شنو؟ واي تي ستار قيمتها صفر. ليش قيمتها صفر؟ لان الاكس تي قيمتها صفر، فيطلع الواي تي ستار قيمتها صفر. فوجدنا اذا الواي تي ستار والواي بي ستار، اخذهم قيمهن وين اعوضهن؟ اعوضهن بهذا القانون اللي هسه مسحته، هذا هنا اعوضهن، كل شيء موجود بيه اعوضه، راح يطلع قيمه الان تي يو، طلع قيمه هاي الان تي يو طلع قيمته 6.3. اذا وجدت قيمه الان تي يو 6.3، وجدت قيمه الان تي يو سابقا الاتش تي يو 2، اضرب ال 2 في 6.3، ال 2 في 6.3 راح يطلع لي قيمه الزد، وهذا هو 12.66. تريدون تقربوه تريدون ما تقربوه كارتفاع، يعني يفضل هو يقرب اما عدد صحيح او نص العدد يعني ونص هيجي، او تريدون تبقوا ماكو مشكله، بس عدد الصواني لازم تقربوها. اخر ملاحظه هقولها، عدد الصواني تقرب الزت، انتم مخيرين يقرب او لا. هذا رقم 1، هاي ملاحظه رقم 1. ملاحظه رقم 2 قبل ما انهي المحاضره، ملاحظه رقم 2، اذا طلب من عندنا عدد الصواني بطريقة معينة احنا محددين بها، إذا بس قال عدد الصواني فأي طريقة أنتم تريدوها. رقم 3، الواجب بهاي المحاضرة هي إيجاد عدد الصواني للمثال رقم 3 بطريقة الرسم، هذا هو واجبكم. يعني يكون قد انهينا موضوع الباكت ابزوربشن، وانهينا موضوع بصورة عامة كابزوربشن. إن شاء الله من المحاضرات الجاية راح نبدي في موضوع الديستليشن. استودعكم الله.